أثار توقيف ليبي في بريطانيا بعد تورطه في حادث طعن بمدينة ريندغ مؤخراً عددا من الأسئلة حول العلاقة التي توصف بالمعقدة والشائكة بين بريطانيا ومتشددين ليبيين، وذلك بحسب صحيفة ذا تايمز. وجرى توقيف خيري سعد الله البالغ من العمر 25 عاما وهو ليبي الجنسية بعدما أقدم على عملية طعن أودت بحياة 3 أشخاص وإصابة آخرين داخل منتزه جنوب إنجلترا في هجوم أدرج ضمن الأعمال الإرهابية. وأوردت الصحيفة أن بريطانيا منحت حق اللجوء لعدد من المتشددين، وهؤلاء الذين غادروا يوجد أعضاء في الجمعية الإسلامية الليبية للقتال، وعدد منهم استقروا في مدينة مانشستر البريطانية. وقالت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن الشرطة أن الهجوم الذي اعتقل المتهم خيري في موقع حدوثه دوافعا إرهابية، في إشارة لوجود علاقات بين المتهم وإحدى التنظيمات الإرهابية. فيما نقلت قناة بي بي سي عن الشرطة بأن خيري كان معروفا لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية بعد معلومات لافتة على أنه ينوي السفر إلى سوريا سنة 2019، ولكن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة دوافع الهجوم. ويرى منتقدو السلطات البريطانية أن لندن تساهلت مع هؤلاء المتشددين، وهو ما أدى إلى إسهاق أرواح كثيرة تحت ذريعة تقديم الحماية لأشخاص فروا من الحكومات إلى الخارج وصوروا أنفسهم بمثابة معارضين ونشطاء، بينما يقول الواقع أنهم غير ذلك لأنهم لم يمارسوا العمل السياسي يوما، بل تحركوا في إطار تنظيمات متشددة تحض على الكراهية والعنف.